أيضا أشار وأكد زاهي حواس أن الجيش المصري لم يقم أبدا بإيذاء شعبه، وكان حريصا منذ القدم على حماية الأطفال والنساء من الإرهاب. رسخت عقيدة الجيش المصري منذ أقدم العصور في أمرين رئيسيين. الأول أن حماية حدود الدولة المصرية ومسألة تتعلق بالحفاظ على الكيان والهوية المصرية من 5000 سنة، وده اللي بيحصل دلوقتي. استمرارية ووضع الجيش يعني من الحاجة الجميلة اللي أنا عايز أقولها، من 4200 سنة كان عندنا مشكلة في سيناء، مشكلة جماعة إرهابيين طلعوا ودخلوا في مكان وقاموا حاطين قدام الجيش المصري الأطفال والنساء. الجيش المصري ده مكتوب على فكرة، أنا لا أزايد، ده مكتوب بالكتابة الهيروغليفية، وهي وأنا أقرر ما هو موجود بالترجمة. فالجيش الجندي المصري ما ضربش طفلة، ما ضربش ست، فطلع بحاجات عالية وقدر بالسهام إن هو يجيب البقرة الإرهابية دي ويقتص منها نتيجة للحاجات الإرهابية اللي كانوا بيعملوها في مصر. الحاجة الثانية أن هذه الحماية للحدود المصرية قد تتطلب خلق مناطق أمامية آمنة، ليس طمعا في امتداد أو توسع، بل كانت هذه الحدود دوما غير قابلة للتغيير لإيمان المصري القديم بأن أرض مصر هي فقط وليس غيرها التي ربط بها مصيره منذ ميلاده وحياته وأبديته.